بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب كينو لينكس، معكم عبد المجيب. مبدا ما اعتبره درس، ولكن اعتبره شغله جميله جدا. طبعا انا بتكلم بالدرس هذا عن شلون تجمع النوافذ بواجهه كي دي اي. تمام. طبعا اذا كنت تستخدم واجهه كي دي اي، اذا ما كنت تستخدم واجهه كي دي اي خلاص يعني بلاش، ولا ممكن تريد من المستقبل. اللي اقصده بالتجميع هو نقطه زي التاب اللي موجوده بالفايرفوكس مثلا. كل صفحتكم موجوده بتاب. اقول لكم شيء، لو فتحنا مثلا مدير ملفات اللي هو دولفين هذا، اوكي، هذا واحد من الاشياء اللي تدعم اللي هي التابس. فلو ضغطنا على مثلا مره فتحنا تاب ثاني، راح تلاحظ انه دعم تاب ثاني. طيب، واجهه الكي دي اي تعطيك الامكانيه هذه، البرامج اللي ما فيها تابات اصلا او اي برنامج تبي، اوكي. اول شيء ممكن تسويه بدون اعدادات تلقائيه، اوكي، لانه في اعدادات تلقائيه وفي اعدادات مو تلقائيه، اوكي. لكن خلونا نشوف الاعداد التلقائيه اولا. لو رحنا لم قفلنا هذه، طبعا دخلنا على الاعدادات الخاصه بواجهه كي دي اي، طبعا عن طريق تفتح مدير البرامج، تدخل على مدير الاعدادات نفسه هذا، اوكي. خلونا نفتح الثانيه، تمام، ونصغر النافذه عشان تجي الحجم المطلوب. طيب، هذا هو. طبعا ورجع عليك تسوي انك تدخل على ويندو بيهيفير، المنطقه هذه، اوكي، اللي هو ما ادري ايش اسمه بالعربي. طيب، اذا كان اسمه العربي زي ما البرايسي ممكن يكون سلوك النوافذ. طيب، تضغط على اللي هو ويندو بيهيفير هذا، ثم روح لادفانسد. هنا شايف راح تلاحظ انه في عندك هنا شيء اسمه ويندو تابينج، اوكي. اذا ما كان عليه علامه صح، تمام، اذا كان عليه علامه صح هنا حط عليه علامه صح. ماشي ماشي. طبعا ممكن انك تحط علامه صح هنا علشان يقلب تلقائيا على النوافذ المجمعه. طيب، حط علامه صح هنا واترك الموضوع، اضغط على ابلاي، اوكي اوكي. لو اخذنا برنامج على سبيل المثال زي البرنامج مثلا ليبر اوفيس، ليبر اوفيس طبعا ما يدعم التابات، اوكي. لكن راح لاحظ الحين لو فتحنا تاب جديد او ملف جديد، لاحظ انه بدا يدعم التابات. يعني هنا في شغله، لاحظ انه في تاب جديد هنا بالمنطقه هذه، فصار عندنا تابين هنا. فبدل ما افتح نافذتين مستقلات يكون عندنا نافذه واحده. طبعا موضوع انك تفك تاب عن تاب ايضا بسيط جدا. ضغط عليه بزر يمين، راح تلاحظ في ان تاب هنا، ان تاب راح تفك لك النافذه. بنفس الوقت ممكن تسوي تاب على نافذه ثانيه، مو بشرط يصير نفس البرنامج، ممكن تسوي تاب البرنامجين مختلفين، اوكي؟ طيب شلون؟ خلونا نفتح مثلا دولفين، اوكي؟ اضغط عليه بزر يمين، ثم راح لم ورك اكشنز هذه، ثم راح لم ممكن هنا اتاتش، يس، اتاتش از تاب 2، راح يقول لك وش تبي تسوي اتاتش لي. طبعا هذه برامج مفتوحه عندي. لو ضغطت على ليبر اوفيس راح تلاحظ انه في هنا ليبر اوفيس وفي هنا دولفين. حلوه، يعني ممكن تسوي تاب لاكثر من برنامج. طيب، هذا درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. استمتعوا بالحركه الجميله هذه. طبعا ممكن مو بكل الناس تحبها، لكن انا احب ان يكون كل شيء عندي واضح، فمنطقه واعده. يلا مع السلامه. هاي امزح، ايوه جيت، يلا مع السلامه.